توقع اعلامنا الان رسميا من كتاب محكمه التعقيب وانه الحكم اصدر اليوم في قضيه سامي الفهري، ومره اخرى محكمه التعقيب تحكم لفائده سامي الفهري وتقرر نقض قرار دائره الاتهام. هذا بطبيعه الحال يعني الافراج عنه، ونحن الان بصدد انتظار تنفيذ هذا الحكم. المفروض توا باش تخرج مراسله من محكمه التعقيب لاداره السجن باش تخلي سبيل سامي الفهري. اذا كان ناكد لكم ان المحكمه حكمت لفايدته، ولكننا لازلنا ننتظر عمليه التنفيذ. ان شاء الله ما يصير لناش مفاجات كما صارت لنا المره اللي فاتت. هذا الشيء نجم نقول توا.